الشوط الاولاني، لكن طبعا خالد تغييرتين عملتهم، دخلتوا الجيم الشوط الثاني ما شاء الله الجهاز الفني طبعا دخلتوا على طول عملتوا تغييرتين، فتحي وجيلاردو قلبتوا الجيم خالص وقدرتوا تحرزوا هدفين ورا بعض وتقتلوا الجيم او تخلصوا الجيم بلغه الكوره يعني. الحمد لله طبعا مكسب مهم ومبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت مباراه صعبه بالنسبه لنا، صعوبتها اللي انت استعداد ليها يعني. يمكن الراجل حذر من مفاجات الكاس وحذر ان دايما الفرق اللي بتبقى في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه عندها دوافع كثيره مهمه جدا، اللي هو بيقاتل بيعمل اقصى حاجه عنده، لازم تقابل كده بالقوه برده نفس القصه. يمكن تاخرنا شويه 45 دقيقه، لكن الحمد لله التغييرات اثرت على الفرقه والحمد لله كان عندنا استحواذ احسن وعندنا هجمات اكتر وتنظيم هجومي احسن وكروسات من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، فاعتقد الحمد لله وسجلنا 3 اهداف والحمد لله زي ما انت قلت مهم جدا ان احنا المكسب وده اللي اتحقق الحمد لله. شفنا النهارده كمان غير المكسب كمان وجوه جديده الحمد لله بتظهر، شريف اكرامي ما شاء الله، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، عمار النهارده مفاجاه التشكيله في الباك رايت، يعني احمد الشيخ. شفنا النهارده وجوه جديده جدا، ازارو بيرجع تاني وبيهدف النهارده ما شاء الله بيحرز هدفين، يعني مكاسب النهارده نمسك الخشب مكاسب كويسه جدا النهارده للنادي الاهلي غير الفوز. الحمد لله الحمد لله زي ما انت قلت وعديت اللعيبه اللي النهارده الحمد لله اثرت على الفرقه ورجعت تاني مستواها، بدايه من شريف لحد ازارو وعوده الثقه لازارو، دي من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا. هدفين مهمين جدا بالنسبه لنا واداء كويس، ونفس القصه جيرالدو ونفس القصه عمار، نفس ديانج، الناس من اللعيبه اللي تبدا احنا يعني ان شاء الله جاي بالنسبه لنا، يعني محتاج شويه وقت لكن ان شاء الله جاي. فكل الحاجات دي مكاسب مهمه، لكن الاهم زي ما انت قلت بقى اللي احنا بنفكر فيه الاهم ان شاء الله ماتش الجمعه ان شاء الله. صعبه يا كابتن والمجموعه صعبه يعني، المجموعه النجم 3، الهلال السعودي 3، يعني فريق زيمبابوي ما فيش، الاهلي ما فيش، يعني الاسبوع الجاي باذن الله الاهلي برضه يوصل نقطه 3 والمجموعه تولع بلغه الكوره زي ما انت قلت. ما فيش مباراه سهله ومباراه صعبه، انت اللي بتخلي المباراه صعبه وانت بتخلي المباراه سهله يعني. النهارده الماتش كان ممكن يتكهرب اكتر، لكن لازم يكون استعدادنا احسن، لازم يكون عندنا هدف اكتر، لازم يكون عندنا دوافع اكتر، لازم نقاتل اكتر فرقه، ودي من الميزات اللي موجوده في النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. اعتقد ان اللعيبه كان ممكن جزء من تفكيرها شويه كان مباراه الهلال وحذرت وقلت ما ركزوش غير في الماتش بتاع النهارده بس. طبعا لكن انت عارف اللعيب برده غصب عنه يعني ما تقدرش تركز في حاجتين ورا بعض يعني، لكن ان شاء الله اللعيبه عندها استعداد كويس وعندها طموح كويس اللي هي ان شاء الله ترجع لوضعها الطبيعي، وان شاء الله ناخد ال6 نقاط اللي على ارضنا سواء بدايه من هلال ان شاء الله وبلاتيني، وان شاء الله وناخد وضعنا ان شاء الله في المجموعه. من بكره تمرين على طول ما فيش اجازه؟ لا ما فيش وقت تاخد المباريات، وده طبيعي يعني، عشان كده كان مهم جدا ان انت تشرك عدد لعيب كتير، عدد كتير من اللعيبه عشان يبقى عندك كاس وعندك دوري وعندك بطوله افريقيا، فكل الحاجات ديت يعني ان شاء الله تكون متاحه للراجل يقدر يختار الافضل ان شاء الله. يوم مبروك والقادم افضل، ويوم الجمعه باذن الله تصالحوا جمهور النادي الاهلي باذن الله ونفوز على فريق الهلال السعودي باذن الله العنيد، يعني هو كمان فريق رخم برضه ان شاء الله تكون بدايه، واحنا محتاجين طبعا دعمهم، محتاجين وقفوا جنبنا، 3000 متفرج فباذن الله يزيدوا كمان ويبقى عامل يعني عامل جمهور عامل مؤثر ان شاء الله، ودايما جمهور النادي الاهلي هو القوه اللي بتدي للعيبه ان شاء الله. مبروك. شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع المدرب العام طبعا الكابتن سامي أمصر.